السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم بسام من قناة جيم اوفر، تابعوا محل جيم اوفر. واليوم بنكمل سلسلة تختيم هيفي رين المطرة غزيرة، الحلقة الثامنة ان شاء الله تعالى، لكن حتكون الحلقة السابعة لاني انا حذفت الحلقة السابعة. كان مدتها قصيرة، لا تشيلوا هم، كان مدتها جدا قصيرة، مدتها 12 دقيقة، لكن جاء عليها كوبي رايت فاضطريت اني امسحها وما بجازف على حس حلقة قصيرة. لكن اذا انتم تبغون تشوفون ذي الحلقة حنزلها في القناة الثانية حقتي، لأن القناة الثانية فار تجارب طز، يعني خلى يصير فيها اللي يصير، لكن ذي القناة الرئيسية ما ابغى اضرها ولا بحاجة، فاحتمال كبير اني انزل الحلقة السابعة والحلقة اللي هي حلقة رقم 0 احطها كلها في القناة الثانية، فاللي حابب يشوفها حتكون موجودة هناك ان شاء الله تعالى. المهم ايش صار في الحلقة السابعة؟ انه سكوت شيلبي في المكتب حقه اللي هو البرايفت ديتكتيف الدب، جاته البنت اللي ساعدها في اول مهمة سوينا فيها سكوت شيلبي، اللي ساعده وتضارب مع واحد، جاته المكتب وقالت له انا تذكرت حاجة، فاعطته ظرف، فالظرف فيه له زي الادلة من العنوان وزي كذا، فبعدين قال لها خلاص اعطيني اياه وروحي، قالت له لا انا لازم انضم معك في الفريق، فقال لها لا صعب عليك الشغل، فقالت له خلاص ما تبغاني اشتغل معاك انا اشيل الظرف، فقال له اوكي اشتغلي معايا، فصاروا هم تيم سكوت شيلبي والبنت نسيت ايش اسمها. وبعدين راحوا بيت واحد، وكان هو سكوت شيلبي مشتبه فيه انه هو الاورجامي كيلر، وصارت مشاكل مضاربة وحركات. الحلقة جدا قصيرة، اظن 15-16 دقيقة ماني متأكد، لكن انا ما ححطها في القناة هذه، ححطها في القناة الثانية جيم اوفر كيسيتو، لكن اللي بيشوفها يضغط على رقم 7 فوق وحتوديه على القناة ذيك، يعني ما حتحسون انه في فرق، اللهم يعني اذا ضغطت على رقم 7 حتوديك على القناة الثانية، لكن اللي بيجي بيدور في قناتي في تختيم هيفي رين ما حيلاقي الحلقة السابعة ولا حلقة 0. ان شاء الله انا اليوم بنزلهم، برفعها بحطها هناك وبظبط الروابط بحيث انكم تشوفونها ان شاء الله تعالى. اوكي مقدمة طويلة اعذروني يا شباب، يلا بسم الله نبدأ. اليوم اربعاء الساعة 7:42 دقيقة، العشاء بين المغرب والعشاء، الحين قاعدين نلعب بإيثن مارس. بسم الله، هذه شكل المهمة الثانية من المهمات اللي القاتل يبغانا نسويها. والله ونعم الأبوه، شوف كيف يضحي بحياته ومشي عكس الخط السريع وكلش. فهذه شكلها محطة الكهرباء، لأنه هو قال لي روح مع محطة الكهرباء الفلانية. يب محطة كهرباء مهجورة. خلينا نقرا أفكاره. This is the old Pico power station. I thought it was abandoned. فين؟ كهرباء شغالة. Now where am I supposed to go? There must be a clue or something. Butterfly. Your origami figure was in the form of a butterfly. So, am I looking for a butterfly? No. What the hell am I supposed to do here? Okay. Ow. تعور مسكين. مسح دمك. بعدين حسبوك انت القاتل. Electrical condensers. Going by the sound of them, they're still active. من جد شغلة شغالة، أنا سامع صوتها أصلا. أوكي الأورجامي الورقة اللي أعطاني إياها كان على شكل فراشة، فالحين بندور دليل يعني. هذه أوكي هذه فراشة، نخش من هنا. راسم لي فراشة كمان أخونا في الله. It might be a trap. I'd better be careful. إيش غرفة مقفلة، إيش في هنا؟ افتح 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 افتح. ايوه شد. في شيء شباب نسيت اقول لكم اياه برا هيفي رين وزي كذا، احب اشكر كل الشباب اللي قاعدين يدعموني بكلامهم الحلو ما يقصرون، من جد شكرا يا شباب، كل واحد يعني اعطاني لايك، كل واحد قال لي سلسلة هيفي رين من افضل السلسلات اللي في قناتي، هيفي رين من افضل السلسلة في يوتيوب، اللي قاعد يقول لي تختيمك مرة حلو، تعليقك مرة حلو. وبالنسبة لأخوي فابريغاس قال لي انت قاعد تلعب كأنك اول مرة لعبت اللعبة. صح انا ماني صح انه انا قاعد انا احب اعيش جو اللعبة حتى لو اني لعبها 10 مرات. شوفوني لما ختم دارك سولز قاعد العب وانا مختمها 15 مرة. هذه اللعبة ما بالغ ختمتها ممكن 6 مرات، لانه ذي اللعبة ترى فيها في اكثر من 30 تختيمة للمعلومية، اكثر من 30 تختيمة. اوكي الحين فكيت الباب وفي له كبريت، ف شكله كبريت عشان ايش؟ عشان ممكن نشوف الطريق لانه ظلمة ولا حاجة. بسم الله ولع. اها ظلمة، يلا دخلنا بس. اما تقفل علي الباب، شكله كان برا يستناني، كان يراقبني شكله القاتل اللي ماسك ولدي. خلينا نقرا افكاره. suicide. I should never have got into this pipe. It's suicide. لا شايفين اللي انا شايفه عيال. The glasses. It's sharp as a scissor. Glass. Broken glass. Sharp as a razor. Impossible to go back. I'm gonna have to crawl through it slowly so I don't tear my arms. لازم نمشي على القزاز. على أم الحرب النفسية. بمشي على مهلي. موسيقى قاعد تلعب بأعصابي يا عيال. ياي انا منه اقعد على طيزي الله يكرمكم واقعد ادف القزاز برجولي بدل ما اني احبي. يعني شوف قاعد تصقع في كتوفه وفي خوذه وبطنه. ويتش واي؟ في علامة فراش على اليمين. خلنا ايش الكبريت؟ طيب نشوف ايش هرجة الكبريت. ولع. The match flame indicates where the fresh air comes from. All I have to do is follow the wind. اوكي قاعد يقول انه بالكبريت يعرف اتجاه الرياح، فلازم اروح محل من الرياح قاعد تيجي. فاظن الرياح قاعد تيجي من على اليمين، من على اليسار قصدي. ان شاء الله من هنا. انه اما الطريق مقفل. يعني لازم واو لازم امشي ورا النار. الحين نمشي سيده. على مهلك على مهلك على مهلك. موسيقى قاعد تلعب باعصابي. اوكي خلاص قربنا ملان. يسار، نروح يسار يعني. طيب نروح يسار بسم الله. والله مسكين يقطع قلب قزاز جرح في يدينه. ايه شباب نسيت اقول لكم، شريت لعبة ما هي موجودة في السعودية لسه، اصلا ما نزلت في العالم، ما نزلت الا في اليابان. سويتها طلبية وان شاء الله جايتني في الطريق. انا عارف انه مو وقته بس سويت لها طلبية ومرة مرة متحمس عليها، ودحين هي جايتني في الطريق ان شاء الله في الجو. لعبة حتكون يابانية، كلام ياباني وكل شيء. فان شاء الله اول ما اخلص من هيفي رين حقعد العبها، ما حقول لكم شو اسمها، بخلي لكم مفاجأة ان شاء الله تعجبكم. انا متحمس لها فقلت اشتريها قبل من انا اروح. طريق مسدود من هنا ايثن، فقلت انزل لها تختيم قبل ما يعني تنزل، يصير عندكم خلفية عن اللعبة. لا ما اظن من هنا الطريق. دور ان شاء الله انها تعجبكم. مجرد هي على موضوع حتجيني في خلال الاسبوع هذا. انا ضيعت عيال. انا ضيعت. جثة. واو جثة واحد قدامي. حسبي الله عليه. من الطريق. والله اني تهت. لازم امشي على مهلي. فيا زي ما اقول لكم اللعبة جايتني في الطريق ان شاء الله تعالى. ما حنزلها تختيم الا لما اخلص من هيفي رين، لكن اذا جاتني ان شاء الله الاسبوع هذا بقعد العبها، لان هي حتكون يابانية، فاقعد اتعلم التحكم واتعلم على كل شيء ويصير عندي خبرة وابدا انزلها التختيم. فحنزلها بعد هيفي رين، وحتكون لعبة جديدة. ترى اللعبة ما لسه ما نزلت، اللعبة بس نزلت في اليابان. وكمان عندي لكم خبرية حلوة. برضه خلى كل شيء وقته حلو. اوكي خلينا نركز في اللعبة. من هالطريق من هالطريق. يمين باينة يمين. ايوه اخيرا برا الامان. مسكين والله انا فجعني الجثة. مختمها اكثر من 6 مرات واول مره اشوف الجثه. شكل الجثه تحت الضحايا يعني لبهات وزي كذا. Keep it together, Ethan. Come on. Can't stand the pain. اخيرا وصلت. حتى قزاز في الارض حط لي. شوف كيف ركبي تقطعت. فنيلة مسكين والله متقطع الولد. خلنا نقرا افكاري. اكزت. Don't even know where it leads. Could lead to help. Right. Any choice. احنا لازم نتزحلق يعني؟ ما في الا ذا الطريق اصلا. اوكي وصلنا. طبعا عاد باني اتجاوز هذه كلها. I will not give up. I'm in this all the way to the bitter end if it saves my son. Okay. شوفوا هذا شكله باب يمديني اطلع واتخلى عن المهمة، بس انا ابى اساعد ولدي. فالحين لازم نوصل للناحية الثانية، فبدور لي افضل طريق اني اخش منه. هذا شكله كويس. موسيقى اشتغلت. موسيقى اشتغلت. كفو كفو ايه. هذه اسهل. اللي عليه صار نقزه. واو هذه صعبة. من تحت. حلو حلو حلو. تكهربت. كيف بيخش هذا؟ يا الله 4 زرير 5 زرير. ما قدر ما قدر. واو 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 هذه صعبة. يبغالي ارجع. شوف الشاشة كيف محمرة. متعور انا لو اكل ضربة ثانية. هذه اسهل. ايه هذه اسهل. نكزة. يدي زحلقت. المشكلة كذا زر يبغاني اضغط. اوكي L2 then X. اوكي اشوى. الحمد لله. اوكي خلاص قربنا. هذه سهلة. يا الله مشكلة في الازارير يا شباب. اوكي لازم تضغطها كلها في نفس الوقت. هذه مصيبة. دقيقة خلنا نغير الكاميرا. هذه صعبة. شوف هذه كده. هذه صعبة. حتى هذه صعبة. والله اني انحشرت. كيف بيخش من ذي؟ يمديك. يمديك. والله القاتل هذا مجرم. لو قابله يا ويله. خلاص ما بقي الا هذه اخر نقزة. هوبا يا ولد اخيرا وصلت. يعني شوف هذا كله عشان كله كرت شاشة. شوف الموسيقى بس كيف بنقذ ولدي يا شيخ. الحين اللي انا سويتها حيعطيني شوية معلومات. وصلت لين رقبته. ويعطيني شوية حروف. حسبي الله عليه. تقطعت وتكهربت وتقلبت. مسكين ذا ابو. والله مسكين من جد مسكين. ماديسون بيج. هذه الصحفية. اظن انها صحفية او رسامة ما ادري. مصورة شكلها. في الفندق كمان. جينا عرق اللقافة الحين. اوكي هذه شقة ايثن. ايثن او ماي جاد او ماي جاد روحي ساعديه. هيلب 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 هيم هيلب هيم. Calm down girl. There must be something I can do to help him. قومي قومي انقذ الرجال. اوكي الون قطعت الرجال. بت شو الصوت هذا؟ Ethan. Ethan, can you hear me? Skin. Oh my God. What happened to him? هو صاحي بس فاقد الوعي شكله. You've got a hell of a fever. اوكي رجع مسخن. وش هذه؟ جروح في بطنه. Are those burn marks on your chest? I'm gonna have to get your clothes off to disinfect those wounds. Oh, oh, ah, المحروق صح. شوف يده. Arms look really bad. I need to disinfect your wounds. Those are serious burns. I don't know if I can do anything for you. لازم اساعد ايثن. قومي قومي في الادويه هذيك اللي في الحمام. خلونا نساعد بسرعة بسرعة. كل شيء كل شيء. ايوه I'm no doctor but I'll do what I can. Disinfect عشان نشيل الجروح هذه نحطها على الجروح اللي على يده. نحطها على يده. اوكي Your wounds are disinfected. اوكي دحين نحط نلفها. Can't put on a bandage yet. Gotta treat the wounds first. اوكي اوكي نحط الكريم نحطه على صدره. That should ease the pain. نحط اللصق. ما ادري هذا لصق ولا لفه 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 لفه. والله دكتور هذي. اوكي بقي دحين بطنه صدره. قم 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 يا رجال قم. That's all I can do. How do you feel? تيجي الأدوية لازم نعطيها أدوية. Ethan? He's unconscious. Now I'll just have to wait. And hope he wakes up. هو ما أعطانا أدوية. شكله ما يحتاج نعطيه أدوية. فقد الوعي يا إيثان. صندوق. هتشوف الصندوق. قال لك نامت. صح يا إيثان. How do you feel? I've been better. Was I out for long? About 3 hours. Why the Guardian Angel Act? You don't even know me. Aha, Ethan الحين قاعد يقول لها ليش قاعد تساعديني؟ ليش تسوي فيها طيبة؟ You didn't really leave me any choice. I couldn't just leave you like that. الحين ماديسون قالت له انه يعني ما عنده اي خيار ثاني، شافتك طايح فانقذتك. هذه جزاتها؟ شو الكلام الفاضي؟ You said you were here because you're an insomniac? Lie. It's nothing. I just have trouble falling asleep sometimes. I've been like that since I was a little girl. You seem to lead a dangerous life. It's not the one I chose. I'm sorry. I shouldn't be asking you questions. I mean, after all, we hardly know each other. You have no reason to trust me. Listen, I'm truly grateful for your help, but for your own sake, I think it's better if you don't ask any questions. Right. Okay. I'm gonna go. Take care. Take care. إذا قال له يعني أحسن لك إنك ما تسألين أسئلة كثيرة عشان يعني ما تدخلين في حياة الرجال. فالحين هو متعافي. على طول بيفك الصندوق، يبي ينقذ ولده بأسرع وقت. المهمة الثالثة. المهمة الوسخة. Are you prepared to make a sacrifice to your son؟ هل أنت مستعد عشان تضحي لولدك؟ روح العنوان الفلاني. أوكي يا شباب. هذه نهاية الحلقة الثامنة إن شاء الله تعالى. أتمنى أن عجبتكم. قولوا لي رأيكم في الكومنت. الحلقة 7 والحلقة 0 ما هي موجودة في القناة هذه. قولوا لي إذا تبوني أحطها في القناة الثانية أو لا. إذا أغلبكم قالوا حطها بحطها، لكن في الوقت الحالي ماني حاط شيء لأنه حتاخذ مني الداونلود فأنزل الحلقة أهم. أوكي يا شباب، كان معكم أخوكم بسام، فمان الله يا شباب.